لنشر المزيد إن شاء الله. إسبانيا تعود بعد أيام من لقب جديد من تأكيد للسطو في غياب كريستيانو رونالدو. ريال يتيم بدون تحقيق اللقب، دقائق قليلة كان متقدم 2-1. مباراة الريال قوية قدام ديبورتيفو ألافيش فريق إشبيليا، مات مباريات الفريق لأول مرة في 9 سنين ما وصلش 100 جول. كيلور الكوستاريكي على خسارة، يريد أن يوني ريال ينطلق موسم المدريد، مباراة السوبر، مباراة بريستيج، لقب ضاع ولأول سادة يقود مباراة كمدرب في الليغا، عمره ما درب في مباراة كبيرة. تنتظرنا في كرة جارث بيل، هنا كرة جارث جول، بلا كرة من جارث، هذه فرصته. الويلز القطار الذي عاش في جلباب كريستيانو تحت ضغط رونالدو، تحت أوامر كريستيانو. الحارس دافيد سوريا ترجع بالرأس أولى ثم الثانية، ثم عملية دفع والحكم 94 هدف. ترجع الكرة للريال، ينطلق الاتاك عن طريق ربع نهائي تاريخي في الويفا كاب عام 2008. ترجع الكرة مارسيلو ديايو، فرصة محاولة، برافو كارفا وديسكو، كرة تقطع من نيسكو. ترجع الكرة الياباني تشيباساكي، يلعب الكرة طويلة رقم 6 تضرب في الدفاع، رجعت يمشي تي جي في. القطار القادم من نواف خطيرة هربت منه، هو بفريق سجل فيه بنزيما، هو غرناطة 10 اهداف يليه خطاف 8، ولكن ايدن لم ياتي، وايدن مع ساري يساويان الهوايل هناك في رتاج. عطري ديسكو كان خايب برشا، سيء جدا في ماتش السوبر. ديسكو مارسيلو ايسكو، ايسكو محاولة الهروب، دفاع ممتاز جدا، يلعب بشكل جيد فريق خيتافي، ممكن يقلق برشا الريال في ماتش اليوم على مستوى الاعتبارات الفنية، على مستوى الجاهزية البدنية، برشا ملعبية ما همش في فورما. مولينا 150 مولينا هو فريق ريال مدريد وفرض الشخصية بتاع الفريق. يرجع بالكرة مارسيلو، الهدف الأول يضيع، هنا كرات المباراة بالرأس عن طريق جارث بيل، كرة ممتازة مارسيلو وجارث، وهو الهدف الموسم للريال، كان ممكن تكون من توقيع بيل. أنا متفائل جدا هذا الموسم بالنسبة لي. كارفاخال ناتشو الالماني، هذا سينسيو ويسكو هو في الكلوار، هذا يرجع بالكره، كارفاخال، كارفاخال حط الكره ترجع باهم الارقام بعد 18 دقيقة لعب في الشوط الاول. 0 خيتافي المجتهد، 0 الريال المرشح للفوز، 0-0 في بداية الموسم للمرينجي، لكن باش يكون من المرشحين لمستوى الليغا خاصة بالراس، والهدف الاول كارفاخال، الخال كاربا سجل الهدف الافتتاحي في غياب كريستيانو، مدافع يفتتح السجل ويقص الشريط في السيزون. لوبيتيغ تحسه مرتاح، اول مره في ثاني مبارياته الرسميه الريال هو المبادر بالتهديف. ماتش الاتلتيكو كان كامباك، كانت الريمونتا ثم خساره للقب بانهيار بدني خاصه، يسجل 1-0 للريال مدريد. فوزوا بجائزة القفاز الذهبي أفضل حارس في كأس العالم في روسيا، كل هذا دقيقة ضاعت، الفريق كان عمل لمباس، قال لا حاجة لي للدوري، لأنه البرس للعب سيبايوس. ترجع الكرة مدريد، مدريد الريال يبقى جارث بيل يولي سوبر ستار، يولي عنتر زمان وشايل سيفه هنا في البيت. ترجع كرة ممتازة، حلوة الكرة، دارت مليح، يلعب كرة كما جات أسينسيو، فكرتها باهية من أسينسيو لكن تنفيذها نقصته الدقة، هو القمة من الإسباني. كرة دارت مليح في مجد السلل، الريال بعد الهدف تسرحت الأمور، تحررت الأقدام، ابتعد توني كروس، توني كروس وفي خطافة ورقة صفراء، فمش كلام، ورقة صفراء واللي باش تهرب به الفرس، باش تهرب به الفرس، الحكم لذلك قالها لا. خافيير استرادا يوجه ورقة صفراء، انذار مستحق،
على لاعب دفاع المنكمش لفريق الجار خيتافي. هالكرة في ركن يمشي بالكرة إيسكو على القائم الثاني. بنزيما يصارع يقاتل على الكرة. الإنجليزي والثالث الإيطالي يتقدم على حساب الألماني في المركز الثالث. توني كروس عمل تحضيرات وبداية موسم في الدورة والتورني في أمريكا. طريق مارسيلو كالعادة نقطة القوة الأطراف المدريدية بين كارفاخال ومارسيلو. التوزيع والحارس داويد سوريا لكورة جارث بيل. الأكثر ظهور، الأكثر حضور، الأكثر تأثير، الأكثر بروز جارث بيل. أسينسيو طويلة، أسينسيو شيعمل ما يعمل شيء. كورة ضربة كريال هجومين تقريب شبه غايب. يمشي بنزيما، كاري بنزيما، بنزيما والهدف الثاني. فما ضربة جزاء، فماش كلام، فما ضربة جزاء، فماش كلام لسيرخيو راموس. ضربة جزاء وانذار و33 دقيقة وخطافي ماشي في طريق كارتون في نتيجة عريضة وسكور كبير. يمشي كارت حط الكرة هذا مرة أخرى. ماهوش يلعب مرتاح بنزيما، الضغط صار كبير خاصة جمهور ريال. خطافي عنده كرة، خطافي عنده شانس في دار الدفاع كباي. ناتشو يقطع كرة وسينسيو. أسينسيو الدور والغياب بتاع مودريتش. ياي فما خطا عمري دفع الحكم يقول العام يرجع من تيرانجا. وستين مونديال. الانسان عنده شخصيه وتحدي وهذا هو لوبيتيغي، وهذا ليس بغريب على لوبيتيغي من اصول باسكيه اللي كان لاعب في البدايات في الثمانينات مع فريق الريال. انها بدايه الموسم. يمشي بنزيما خطيره. فما خطا وهدف ابيض. حصيله الشوط الاول كره على عارضه من جارث بيل. هدف كارفاخال، هدف ملغي في فاول ضد راموس وهذا صحيح، وضربة جزاء معلنة ثم ملغى. فريق العام الماضي سجل 14 جول من 94 على مستوى يخلي في خطافي يتقدم شوية باش يحاول يباغتو في المساب. كرة طويلة أسينسيو الغايب في الشوط الأول. جاب الكرة أسينسيو ولكن في هو مودريتش واحدة شارك فيهم بعد العودة من المونديال. خطف الدفاع يستفيد منه أسينسيو. أسينسيو يهرب. أسينسيو وسع كرة فرصة والهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق جاريث. الهدف الثاني الريال من بيل. أسينسيو يستخلص كرة، يستغل خطأ تقريبا عمله الريال فران ضد الجار في السوبر. يعملوا التوكولي داكونا واليوم الريال مستفيد بعدما كان متضرر في مباراة السوبر بنفس الطريقة. عملية ضغط ابتكى كرة واستخلاصها أسينسيو. التوزيع هو جارث في نهاية الهجمة وبالتالي الهدف الثاني للريال ينهي المباراة. قالوا لي الملك يعطيك البطولات لماذا نلعب؟ التسديدة الثالث هو الكرة على القائم. اي قالوا لي عاد علاش نلعب؟ واكمل الجولة الأولى 90 دقيقة فصلتها. ستكون هكذا هي المنافسة. ليفربول ممكن يقلق برشا. السيتي نقاط في صالح برشلونة الحالي على الريال الآني. هو في فرنسا والمانيا فماش نقاش. القوية بشبانيا فأرجع الكرة وسط الميدان. يتفوق في لحظة دخول كاسيميرو مودريتش. الجمهور يحب يشوف التركيبة المثالية وحتى الجمهور يوم 48000. البطولات أيضا أسينسيو راموس لعب كرة طويلة لو ولكن الحارس أحلى. ترجع بالكرة سيبايوس أو إيسكو بالأرقام. ترجع الكرة الحارس كايلور ناباس في آخر دقائق كوستاريكي. ترجع الكرة وركنية ريال مدريد 58 دقيقة بيرو. خطأ لكاسيميرو ممكن 10 دقائق أخرين. لوبزيما يلعب الكرة خطيرة. كريم حط الكرة والثالث للحارس. الحارس يتصدى دافيد سوريا. كانت كرة ممتازة في التحضير وأسينسيو في الشوط الثاني يتحرك. أما إمكانية ممكن أيضا لإقحام اللاعب لوكاس فاسكيز. حلوة برشا. يمشي الواحدة كثير بنزيما ما يوصلهاش. والكرة تقطع والريال يضغط. الكرة مدريد يمشي بالكرة مارسيلو لكريم وخطير على مستوى 6 أمتار. والكرة ترجع لفريق خيتافي. الجار خيتافي اللي أليخو إيفان أليخو بالقميص رقم 23. بنزيما يمشي كل لحظة حرك المياه الراكد. كانت كرة بطيئة. انجلترا الركور عند اليونايتد 20.
كريم بنزيما يضيع كورة، ترجع كورة راموس. لا أدري الريال لماذا لم يفكر في التغيير على المستوى الهجومي، التغيير باهي في وقت من الأوقات، ضخ دماء جديدة باهية يعني على مستوى السلم، ما كانش فيه مباراة خدافي ما خلى حتى متعة في اللقاء. فرصة الهدف الثالث عن طريق كارات لو برشا، لو برشا سيبايوس الأقرب للخروج أو توني كروس، سنرى كيف سيفكر.